السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا فاضل، اتفضل. الله يحفظك. جزاك الله عن خير. وياك. اتفضل معلش يا شيخ، كان عندي سؤال. اتفضل. ربنا يبارك فيك. ليا صاحبي بيلعب لعبة رياضية، اللعبة دي بتستدعي إن هو بيشيل شعر الرجل وكده، قدم. ايوه. فأنا عايز من حضرتك نصيحة ليا يا شيخ. هو بيبين عورته يعني. لا بين عورته حرام طبعا، لا ينظر رجل لعورة رجل. طب بالله عليك يا شيخ، هو بيثق في كلامك جدا، معلش من عايز يعني اسمع بسيط يعني. طيب تفضل. اقول لك والله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبة، اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان. الحياء. جزاك الله خير. وقال الرسول بارك الدعاء يا شيخ، بالله الله عليك الله ازيك. يوفقنا وإياكم، الله يوفقنا وإياكم، سلام عليكم.